عايزين نعمل حبة بطاطس حلوة جميلة رقيقة طعمها حلو. عندي بطاطس مسلوقة ومهروسة، ملح وفلفل وتوم وفلفل حار وكزبرة خضراء، لبن ودقيق وبيض وزيت وبقدونس مع التزيين. بحب انا دايما اديها تحبيشة كده من حدايا عشان يبقى لها طعم ورونق وبريق. قال لي احنا هنمثل. طيب شكرا. طيب ادي فلفل، بهارات اهو، وادي الجارليك، والملح والفلفل، بس معموله بطريقه حلوه. عندنا حبة شيبسي، عسل العسل. نعم بلاش منه. هو منكر. لا حول الله رب العالمين. نعم. الله أكبر عليك.